الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك إنها قد لبست جورب ومسحت عليه، وعندما خلعته بعد انتهاء مدة اليوم والليلة اكتشفت أن فيه ثقبا صغير في كعب القدم، تقول فهل وضوءها صحيح وهل صلواتها صحيحة أم لا؟ تقول لأنها قرأت أن الثقب يعتبر مبطل للمسح. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. والأدلة التي وردت في السنة الصحيحة في شأن جواز المسح على الخفين وردت مطلقة، فلا يجوز تقييدها لا بكون الخف مخرقا أو غير مخرق. ولذلك فالقول الصحيح أن اشتراط عدم التخريق في الخف لجواز المسح عليه شرط لا دليل عليه، فلا نعلم دليلا يدل على هذا الشرط لا من كتاب الله عز وجل ولا من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق إذا كان يمكن متابعة المشي فيه، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك فصلواتك في هذا الخف أو الجورب الذي فيه شيء من الخروق تعتبر صلوات صحيحة، ومسحك عليه يعتبر صحيحا لا غبار عليه إن شاء الله، والله أعلم.